مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع ملف إيمان 26 سنة لعدد كبير من المغاربة كيتبعوه. مشاهدينا الكرام، هذا الملف يطاله شيئا ما تشويق وحقائق. أعلموا جيدا أنه ملف إيمان 26 سنة شكل لها صدمة. لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع فيما يخص الناس اللي ما تبعوش هذه القضية ديال إيمان، إيمان عندها 26 سنة، عندها أب وأم. قبل ما توفى الأم ديالها بثلاثة أيام كتعطيها سر، كتقول أنا ماشي الأم ديالك وهذا ماشي باك. إيمان تغيرت عندها الأمور لما هو أسوأ، تبحث عن الأصل، شكون هو الأب ديالي وشكون هي الأم. تبعنا أجزاء في الموضوع، كل ما له صلة في الموضوع، وكذلك دور ديال حسنة المنسقة الوطنية ديال الهيئة الحقوقية اللي كتبحث حتى هي باش نوصلوا للحقيقة. آخر تطورات في الملف أنه الأم اللي توفات قبل ثلاثة أيام اللي قالت لها أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك، قالت لها لك يعرفوا الحقيقة، هي حافظة ومحجوبة. قدرنا نوصلوا المحجوبة، عطتنا تصريح من موراها إيمان، قلت لك التصريح وهذا الكلام وهذا الحق اللي قالت ماشي هي الحقيقة. مشاهدينا الكرام، أول ظهور الحبيبة في الموضوع. شكون هي حبيبة؟ حبيبة هي بنت عم الأم اللي كبرتها اللي توفات. حقائق غادي نشوفوها مع حبيبة، وكذلك المعلومات اللي عندها، وفي الأخير عطتني كلام يتمن كلام إيمان أنه قلت لك داكشي اللي قالت محجوبة ماشي هو اللي قالت لنا النهار الاول. تبعوا معايا حبيبه، شكرا لك، لانه انت هي اللي كتعتبري بالنسبه لنا جنود الخفاء، انت اللي كنشوفوك معايا ديما، انت اللي كتساعديها. ولكن انطلاقا من الشهاده ديال محجوبه قلتي لي انا غندوي في الموضوع. السؤال الاول اللي غنسولك، غادي تكلمي لي على الام اللي كبرتها اللي هي بنت عمك. من الاول كيفاش انت ما تلقيتو ربيعه سميتها؟ كنقيتو عندها ايمان، واش كنتي عارفه ما كتولدش؟ عارفه ما كتولدش، هي كانت مجوجه قبل وما ولدتش مع الراجل الاول، ولدت بنيه وماتت ليها صافي ما بقاتش ولدات. ايوا ملي خطا هاد البات هاد البنيه ما جابش الله، كتكار ربي بنيه، بقات جابت هاد البنيه رباتها وبقات عندها حاضنه عليها حتى النهار اللي بغات تموت. عادا قالت لي الحقيقه وحنا كنا عارفين الحقيقه. هذيك الحقيقه اللي عارفين هي اللي بغيتك تعاودي لي. النهار اللي اكتشفتوا باللي عندها بنيه وهي ما تتولدش، من الطبيعي نتوما عائله تقول لها كيفاش هاد البنيه شكون عطاها لك، كيفاش غادي تعاود لكم هادشي اللي بغيتي تعاودي لي الحقيقه اللي عارفه انت. قالت لي سولناها قالت لك جابتها لي محجوبه هي وحفيظه، هادشي اللي قالت لينا. صافي مني جابتها بقات دايرها مسكينه رباتها كانت هي كل شيء في حياتها، ما كانش تقدر قاعد تفرقها ولا تقول لها شي حاجه اللي تجرحها. علاش هي ما قالتش لها الحقيقه؟ باش ما تخسرش ايمان، خافت من رده الفعل ديال ايمان. ايوا بقات هكاك مسكينه حتى النهار اللي بغات توفى عاد قالت لها الحقيقه. ايوا مشيت معها قالت لك بقات واحد الشهر قبل من الوفاه. الظرفيه اللي نتوما عرفتوا عندها هاد البنيه كبرتها قبل ما توفى، ما قالتش لكم نتوما ديك الساعه؟ عطاتكم الاذن انكم تقولوا لها الحقيقه ولا نهار اللي قالت لها هادشي قبل بثلاث ايام ما توفى انت كنت حاضره؟ لا ما كنتش انا حاضره، انا ما كنتش السبت، ما كنتش السبت والحد، وهي الاثنين ماتت، الجمعه كنت معاها ولكن السبت والحد ما كنتش، كانت عندي شي كانوا عندي شي اغراض مشيت قضيتهم. فاش جيت لقيتها ماتت، ديك يلاه انا دخلت هي ماتت، لقيتها ماتت، لقيت قالت لي ايمان راها، قالت لي اياها، قالت لي ماما لا ما عطاتناش الاذن لا. ومني قالت لك هي واخ، ومني قالت لك ايمان راه ماما قالت لي الحقيقه ها كاين، انا راه ماشي امك وهذا ماشي باك، قالتها لك كيفاش؟ اشنو درتي انت حبيبه هذيك الساعه؟ ما قدرتي تقولي والو؟ ما قدرت نقول حتى شي حاجه. قالت لي واش فراسك خالتي؟ قلت لها فراسي بنيتي، لكن ما كناش نقدروا نقولوا لك شي حاجه، ما كناش نقدروا نجرحوها كاع، كانت هي كلشي في بالنسبه لينا، بالنسبه لماماها وباباها راه هي كلشي، كانوا تيخافوا على من البرد اللي دايز في الهواء، وما كناش حنا متبعين على ديك الطريقه ديالها. قالت لك ما تقولوش ليها، ما كاينش اللي يقدر يقول كاع شي كلمه.
ايوا هذا اللي كاين. من بعد قالت لك راه عرفت المعلومه كاينين عند محجوبه وعند حفيظه. النهار اللي غتمشي تشوف محجوبه مشيتي معايا انت، قلتي لي الفيديو اللي درجنا معاها قبل، قلتي لي داكشي اللي قالت لكم ماشي هو اللي قالت لي، اللي قالت الايمان قدامي صحيح. داكشي اللي عاودتي لي ملي كملت كمل شهر باش ولات شويه هي على قبل ماماها، قالت لي ماما، قالت لي خالتي غنمشيو عند امي محجوبه حديته، تقول لها امي محجوبه. قلت لها نمشي معك ماشي مشكل. مشينا فرحات بينا، ماشي فرحات بينا داكشي. ايوا قالت لها امي راه ماماها قالت لي، وها قالت لي، قالت لها علاش بغيتي دابا علاش تقلبي تتقلبي على الصداع؟ قالت لها ايمان لا انا ما تنقلبش امي على الصداع، تنقلب على الحقيقه اللي قالت لي ماما. انا فقط بغيت ندير ديك الوصيه اللي قالت لي ماما، انا ما بغيت منهم حتى شي حاجه، بغيت نعرف الحقيقه، بغيت نعرف بابا وماما اللي ولدوني. قالت لي راك انت بنت عائله وبنت زعما ماشي شي وحده اللي قال لك شي حاجه علي شي حاجه ناقصه، اجي لعندي. انت باباك وماما كانوا مجوجين بالكاغت، والسبب علاش هذا هي جداها، جدات الام اللي والدها. قالت لها هي السبب، ما قالت لها الله يجعل ذنوبك ابنيتي على جداك. ايوا صافي بقينا حنا صافي، سمعنا ديك الهضره قلنا بصح مني جينا للدار وداك الشيء. قالت لي ايمان ماشي هي هذه الهضره، ماشي هي هذه. قالت لي لا الحقيقه ماشي هي هذه. هي انت كتعاودي لي داك الشيء اللي سمعتي النهار الاول، راه دوي لي على اللي كنتي متي مع محجوبه ومع هي، شنو سمعتي؟ علاش غتجي تنبع لي عاد تقول لك لا ماشي هي الحقيقه؟ واش هي مشات شي نهار قبل منك انت؟ لا وعاودي لي شنو هو الفرق؟ دابا انا باش نشرح باش الراي العام يستوعب معنا الكلام اللي درجنا احنا محجوبه في الحوار. اش قالت لينا؟ قالت لك بانه راه هاد الام ديالها بغات تكبر شي وليد ولا بنيه، ياك؟ ها بلاتي باش الناس تفهم معنا، هاد السيده هادي هاد ربيعه بغات تكبر، مشات قالتها المحجوبه، محجوبه كانت معها حفيظه، دازت سيمانه قالت لك حفيظه جات داوها، مشاو لواحد الفيلا ديال حفيظه وجابوا السيده، قالت لهم هي التربيه عند المراه الكبيره اللي هي جداها، صحيح؟ انتوما قلتوا لا، قالت لكم حقائق اخرى، مشينا عند الكاريان ولا ما عرفت شنو داز تما، اعطيني الفرق في التناقض اللي كتشوفيه انت. قالت لها راه كانوا مجوجين، قالت لها راه كانوا مجوجين وتفارقوا، وديك ديك الجده هي اللي قالت لها ما بغيناش هاد البنت لحقاش الاخرين طلقوها، هادشي اللي قالت لينا حنايا. قالت لك راه كانوا مجوجين، ومني ساقت الخبر الجده ديالها قالت لي هاد البنت ما بغيناش، وجا الاب ديال الام اللي ولداتها قال ليها ملي هي طلقات لينا البنت ديالنا وما بغاتهاش حتى حنا غنحرموها من هاد البنت، هادشي اللي قالت لينا. وفي هذا هي قالت لك محجوبه هي اللي داتها، محجوبه وحفيظه هما اللي جابوا البنيه. فين هادشي فين؟ قالت لينا الكاريان ديال ما عقلتش على ديك السميه داك، ماشي الفيلا ديال حفيظه. لا قالت لك مشينا للكاريان وكلينا الكسكسو، هادشي اللي قالت السيده محجوبه قدامك. قدامي قالت لك مشينا عند السيده اللي والده وطات ومشي وجبنا البنيه، قالت لك كلينا تغدينا عندهم ومن بعد جبنا البنيه وجينا، هادشي اللي قالت. واخا نبقى معاك في هادشي اللي قلتي لي، شنو الحاجه اللي كتشوفي انت ماشي هي اللي قالت معنا حنا من غير هادشي اللي قلتي، شنو الحاجه الاخرى؟ قالت راه هما كانوا مجوجين وما قالتاش ليكم نتوما، قالت لينا حنا انا وايمان، قالت لينا راه كانوا مجوجين بالكاغط وبكل شيء، والجده هي اللي ما بغاتش البنت. نعم نهار اللي كنتي معاها انت وهي ايمان حداك، ما سولتيهاش بانك تعرف والديها الاصليين واش كتعرفهم ولا لا؟ شنو قالت لكم؟ لا قالت لينا ما قالت لك تتعرفهم، قالت لك تتعرفهم حفيظه، قالت لك تتعرفهم حفيظه، وهي مشات معاها، مشات مع حفيظه جا فاش بغى يجيبوا ايمان مشات مع حفيظه، هما بجوجات قالت لك مشاو جابوها. هادشي في الاول، ولكن الان باقا عندها العلاقه مع دوك الناس والديها الاصليين، واش عندها شي معلومات كتعرفهم ولا لا؟ لا ما قالتش لينا. لا ما قالتش لينا. هادشي اللي قالت لينا هو هذا. يعني هذا هو الامور اللي عطاتكم. هذا هما هي ما قالتش لكم نتوما راه كانوا مجوجين وها كاين وها كاين. قالت كلام اخر، وحنا قالت لينا النهار اللي مشينا قالت لينا راه كانوا مجوجين، ومشيت انا وحفيظه بنت عمي
هي اللي مكلفه، وجبنا تغدينا عند السيده اللي والده هي والام ديالها، كلينا الكسكسو بحال هكا قالت لينا، ايوا جبنا البنيه وجينا هادشي اللي قالت لينا. السؤال الاخير اللي عندي معاك، وشكرا انك كتعطينا الشهاده ديالك باش نوصلوا للهدف، وهاد البنيه تعرف والديها شكون هما. السؤال اللي غنسولك هو العلاقه ديالك برابعه. رابعه هي الام ديالها اللي كبرتها هذيك المده الطويله 26 عام اللي عندها في عمرها هي. ما عمرها عودت لكم رابعه انه كتعرف الام الاصليه فين كاينه فين؟ لا، قالت ليك جات سولات وشي مره، جات سولات في ضرب كبير، قالت لك سميتها فاتحه الام لوالدها، جات تسول في الضرب الكبير وقالوا لا ما كايناش هنا. ومره اخرى مشات للبلاصه فين ساكنه ايمان تتسول، وتلاقت مع ربيعه، ولكن هي مسكينه بالخوف ديالها على بنتها ما قالت لها ما كايناش شي مره سميتها ربيعه هنا. وبقى فيها الحال في الاخر، بقى فيها الحال ندمات، قالت كون غير قلت لها هي انا. ما خدات معلومات عليها فين ساكنه، شي تليفون ديالها، شي ما كاين والو؟ لا ما خدات حتى شي حاجه، وهذا علاش ندمات مسكينه، هذا علاش ندمات، قالت لك ما ندمت علاش ما خديتش من عندها شي تليفون ولا وريتها بنتها. السؤال الاخير اللي عندي معاك، ما خلاتش لكم شي وصيه هي ربيعه قبل ما تموت؟ لا، انه توريكم تقول لكم من غير حافظه محجوبه، تقول لكم هاد ربيعه اللي قلتيها فين كاينه فينها فين عفاك الا ما بحثوا باش هاد البنيه تعرف والديها، ما خلاتش لكم هاد الوصيه؟ لا ما قالتش لينا، لا هي قالت عليها مباشره، قالت لبنتها، قالت لها انت الحاجه اللي غديري غادي تمشي عند عند محجوبه وحافظه، هما اللي عارفين الوالدين ديالك فين كاينين، هادشي اللي قالت لها. شكرا لك، الله يوفقك. مشاهدينا الكرام، امور اخرى غنشوفوها مع ايمان. ايمان كلام ديال محجوبه مع حبيبه اللي هي بنت عمد الام اللي كبراتك، حضرات النهار الاول شنو قالت لك اول مره، وحضرات معنا حنا اشنو قالت لينا، شافت امور فيها نوع من التناقض، كيفاش كتشوفي الامور دي؟ انا كيف ما قالت خالتي ان الهضره اللي قالت لينا النهار الاول ماشي هي الهضره اللي قالت النهار اللي مشينا، تناقض في الهضره بزاف ماشي غير شويه، بزاف يعني الهضره كامله اللي قالت ماشي الهضره نفسها اللي قالت لي النهار الاول انايا، بحال النهار الاول كيف ما قلت لك، قالت لي ان الاب ديالك والام ديالك كانوا مزوجين، وهي كانت خدامه عندهم في الفيلا وكانوا مزوجين، والجده اللي هي موت الاب، موت الاب هي اللي طلقاتها، قالت لي ما يمكنش لك انك تبقى مزوج بها، وقالت لي اننا فاش من نهار اللي بغينا نمشيو مشينا للكاريان ديال عين السبع، الكاريان عبد الله بن الحاج، قالت لي مشينا تما انا وحفيظه وما، وقالت لي وربيع الله يرحمها اللي هي الام ديالي، وقالت لك مشينا، قالت لك مشينا بثلاثه تما، قالت لك تغدينا عند الناس، قالت لكم انا بغينا نخرجوا، عطاونا البنت والاب ديال الام ديالي البيولوجيه، قال لهم كيف ما هي طلقات بنتي حنا غادي نحرموها من هاد الدريه، ما غيعرفوهاش واش كاين ولا ما كايناش. والهضره اللي قالت لي من مشينا عندها نهار التصوير ماشي هي نفس الهضره اللي قالت. السؤال الاخير اللي عندي معاك هو واحد رقم الهاتف اتصل بك البارح بشي مراه كتقول لك انا هي امك، انا اللي عطيتك الحفيظه، اتصلت بك انت واتصلت بيا حتى انا غادي ندوي عليها في الاخير. شنو اللي قالت لك؟ شنو الحوار اللي دارك بيني وبين هاد المراه اللي قالت لك نفس المعطيات، وقالت لك هاد المراه بانني انا اللي قلت الحافظه، قول انا غير خدامه في عند الناس وهذا، وهي اللي عطات لواحد المراه ياك، باش توصل لواحد المراه اللي غتكبر هذيك البنيه ولا داك الوليد. هاد المراه هادي شنو المعلومات اللي عطاتك؟ هاد المراه عيطت لي البارح بنهار مع ديك تقريبا مع ديك الوحده ونص، عيطت لي قالت لي هضروا معايا، قالت لي واش انت هي البنت اللي كدير فيديوهات مع يوسف؟ قلت لها هي انا، قالت لي ايمن، قلت لها ايمن، قلت لها شكون انت؟ هي تقول لي نقدر نكون انا هي الام ديالك. انا في هذاك الساعه ارتبكت، قلت لها كيفاش انت هي الام ديالي؟ قالت لي انا جيت وسولتها، قلت لها كتعرفي حفيظه ومحجوبه؟ قالت لي كنعرف حفيظه، هي اللي كنعرف، قالت لي ولكن انت، قالت لي كنسمعك كتقولي اسفي، قالت لي انا حفيظه كايناش في اسفي، كاينه هنا في كازا. قلت لها واش متاكده؟ قالت لي اه. قلت لها شوفي انا قلت لها ما نقدرش نعطيك شي حاجه ولا نقول لك شي حاجه من غير غادي نعطيك النمره ديال
استاذ يوسف غتهضري معاه، وهي فداك اللحظه قطعات عليا وعاودت عيطات، خلات واحد جوج دقائق عاودت عيطات، هي تقول لي شوفي انا قالت لي رفعي التليفون انا ما بغيتش، قالت لي نبان اولا يشوفني شي حد، قلت لها شوفي، قلت لها كنتي نتيا هي السيده اللي كنقلبوا عليها، راه قلت لها حنا ما غنديروش شي حاجه اللي غتقدر تاذيك اولا شي حاجه، قلت لها كوني هانيه الا كنتي هي انتي راه ما غاديش تباني، ولا حنا ما تصوريش معنا، ما عندنا مشكل، حنا الهدف ديالنا غادي نتكلم عليه في الاخير هو غير نشوفوا كل من يساعد في الموضوع باش نوصلوا للغايه، الاسباب تختلف والغايه واحده، شكون هو با وشكون هي امي، هذا ولا بغينا نوصلوا ليه. هذاك الشيء اللي قلت ليها، قلت لها لي ما بغيتيش تصوري راك ما غتصوريش، حتى انا قلت لها كيف ما انت باغا تقلبي على بنتك، قلت لها انا راه كنقلب على شكون الاب ديالي وشكون الام ديالي، قلت لها هادشي انا ثاني اللي باغا نعرف، قلت لها قلت لها كنقولها لك ولا بغيتي ما تصوريش راه ما غتصوريش وما غتبانيش، المهم هو المهم هي تعرف الحقيقه. انا فين حبستو الكلام صافي، هادشي اللي سميتو قلت لها عيطي للاستاذ يوسف، قالت لي صافي انا غادي نعيط ليه، صافي وقطعت التليفون ومشات. وانا كنت عاوتاني تقول لها استاذه حسنه مهمه، هنا هي استاذه وفي نفس الوقت هي مراه ومتتبعه وغادي تقدر تواصل معها اكثر مني انا في الموضوع. ما ديك الساعه كنت انا يا ارتبكت وكنت سميتو ما بقيتش كنفكر في حتى شي حاجه في هذيك اللحظه. نطلبوا ربي يا ربي نتوصلوا للهدف يا ربي. امين حبيبه، شكرا لك. الله يستر، وكنشكرك على الخير ديالك مع هاد البنيه، راه كتمشي معاها وكتضحي بزاف. مشاهدينا الكرام، هذا هو المستجد الجديد في الموضوع، كما قلت في السابق السيده ربطت بنا الاتصال، قالت لي الاحساس ديالي والمعلومات اللي عندي انني ايمان بنتي، قالت لي انا اعطيت الابنه ديالي الحفيظه، وفي هذاك التاريخ بالضبط وفي هذاك في هذيك السنه اللي هي عند ايمان دابا 26 سنه، ما كملاتش معايا الحوار، كان شيئا ما يلف النقاش مع شويه ديال الارتباك، كانت جد مرتبكه ما كملاتش معايا الحوار، وانا نشوف واحد الطريقه اخرى اللي هي سهله في الموضوع، هو عطيت الرقم ديالها للاستاذه حسنه اللي هي المنسقه الوطنيه للهيئه المغربيه للعداله الاجتماعيه وحقوق الانسان، باش تناقش معها الموضوع بواحد الطريقه وديه من اجل الوصول للهدف. مشاهدينا الكرام، نحترم تعليقات المغاربه، ولكن بعض الاشياء يجب ان نجيب عنها. نعلم جيدا انه الام اللي ربات والاب اللي ربى هما الاساس، وما كل شيء الله يوليه برحمه الله، ولكن يبقى الجانب الثاني مهم وهو الجانب الديني. ما خسرنا والو الا هاد السيده عرفت شكون هي امها وشكون هو باها، باش ما طيحش في شي خطا شي نهار تولي مزوجه بواحد هو خوها. هذا نموذج على اساس انه هاد الناس كنتواصلوا معاهم. اخت محجوبه عطاتنا كلابه، واش هادي شهادتها؟ مع ان احنا ما نقولوا. الاخت حبيبه اللي هي بنت عم رابعه اللي كبرتها بطبيعه الحال قبل ما توفى، شافت امور اخرى. لازلنا على تتبع لهذا الملف، وسوف نبحث ان شاء الله حتى نوصلوا للهدف. هنا الرساله لهذ الاخت اللي كلمتني يوم امس، اللي قالت لي الاحساس ديالي والمعطيات اللي عندي، وانا اللي عطيت بنتي الحافظه. هنا سؤال عنده جوج ديال الاتجاهات، الا توفقنا في هذا الجانب هذا هو الهدف ديالنا. انا كنقول لك علانيه ما تصوريش وما تدوزيش معنا وما عندناش اشكال، ولكن دورنا هو نقل الخبر بصدق وبامانه، لانه الاساس ديال الاعلام هو هذا. في حاله تكون هذه الاخت سنين وهي تتناضل بشتى الطرق باش توصل، كل ما جاتش لها الطريقه باش غادي تعرف القضيه ديالها، كيفاش غادي يحسوا بها المغاربه، كل شيء كيدير فوق من الجهه ديالو باش يوصلوا للهدف. الناس ديال الدرب الكبير، الناس كل من له صله بقصه ايمان يساهم من اجل الوصول للهدف ويتقبل الاجر ديالو، فينا يمه فينا هو باه. هذا هو دور الاعلام. لما نقول كلمه نوير الراي العام فيها قصص للعبره، فيها وقائع، فيها مجهود، لان يد الله مع الجماعه. لا يمكن انني نتوفق انا بوحدي، ولكن الدور كبير ديال المغاربه، انا دوري محدود، هو ايصال صوت معاناه ايمان والمجهود الكبير للمغاربه. كل من له صله، كل من له زاويه اخرى ممكن توصلنا للهدف، وهذا هو الطموح ديالنا. انا كنعاود نقول لهذ الاخت، بحثي بطريقتك، تواصلي مع الاخت حسنه، عطينا الرقم الهاتف ديالك، بحثوا في الموضوع، شوفي الامور الادله اللي عندك مع الامور اللي عند ايمان، واش انت يمها نعم ام لا. هذا جانب. في حاله الا ما كانتش هاد السيده، الا كان كلامها صادق وما كانتش هذه هي ايمان، هنا غيطرح علامه استفهام انه حفيظه ماشي غير ايمان اللي عندها بوحدها،
بنفس الطريقه. هذا باب اخر، موضوع اخر. كاينين ناس اخرين اللي خداتهم حافظه وسلمتهم الناس كبروهم، ولكن والديهم علامه استفهام. هنا غير تفتح هذا الباب. ما يهمنا اكثر هو الوصول للهدف في الموضوع، والاب الاصلي والبيولوجي والام البيولوجيه ديال ايمان هو الهدف ديالنا. كل من ساهم في هذا الوضع، كل من ساهم في هذا العمل اجره محسوم على رب العالمين. مشاهدينا الكرام، شهاده ديال حبيبه، السند القوي مع ايمان، اعتبرها من جنود الخفاء، ما كتبانش حتى الوقت اللي شافت كلام مغاير، لان حضرات اول لقاء بين ايمان مع محجوبه، وحضرات اللقاء بيننا احنا مع محجوبه، بانت لها امور فيها تناقضات، دلات بالدلو ديالها، صرحت بمعطيات اللي كتشهد لها امام رب العالمين. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع هذا الموضوع، وسوف نوافيكم دائما بالجديد في حالة إلى تبينت حقائق أخرى. السؤال المطروح في الموضوع هو إيمان تعرف بها وتعرف الأب والأم ديالها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.